الكليون عندي غربة بزاف، دابا هما تلقاوني تاتو شي واحد نمرة ديالي و تيجيو عندي، ولا تكلب بار انترنت تيخرج سمية ديالي. مهم داكشي اللي كاين، ما عنديش كارت فيزيت. مشاكل بزاف، هذا كلب رياكتيف، دونك هو تاتو رياكسيون على كورة، على الدري، تيجري بنادم، تي دوز طوموبيل، تينبخيلي ولا بايشتو ولا تروتينات ولا بيكالا، مهم شي حاجة اللي تيتحرك كلب هاي شتو ولا تينبخيلي شي حاجة جوج منهم، ولا اغريسيف ولا خواف، ولكن رياكتيف، كلب رياكتيف تيجي كتر، هذا اللي مشكلة كبيرة. بيان سور باغ اكزومبل الى كلب داز عندي دريساج باغ اكزومبل بروغرام دو سومان ولا تخوا سومان على حساب كلب، من بيت انا اوبليجي تخدم سيمانا مامولا، اوبليجي خاصو يفهم كيفاش يسوق بالكلب ديالو، باسكو بالنسبة لي انا كلب خاصو يعيش بقانون، ما خصوش يدير لي بغا، دايما متلوك يدير لي بغا في جردة ومن بعد مولا تيجي وتقول يلا سمعي ليا، ما يمكنش بريمي خلوك، ما يمكنش، خاصو يدير بعدا قانون، الكلب خاصو يولي في سمعي لي ومن بعد يكبر شويه في هاد القانون، من بعد يتلاكو يدير لي بغا، غادي زعما ما غادي ينسى هادشي، ولكن مولا خاصو طول الوقت كلب. ما كاينش دريساج ايا انا بار اكزومبل خدمت مع وتيجيو هما تيشوفوا كلب تيسمي ليها بارفي تيدور معايا بلا سمطه بلا شي حاجه، ما دراري مزيان مع كره ما عنده مهارات، ولكن مولا تيجدو صافي كلب تيبدل ماشي بخلو مدرسة لي، علاش؟ باسكو مولا ما عنده ايماج في راسو شنو بغا منو، تيقول يلا جلس يلا ناس، وكلب ماشي هكا داير، هو ليبر اصلا، ليبر ماشي اسميتو روبوت ايا درتي بروغرام صافي غادي يدير لك، لا ما يمكنش، هو ليبر، هو انيمال، هو حتى هو بيرسون، شاكان كلب بيرسون عنده خاركتر ديالو، بخل بنادم، بخل دري صغير، الى طلبتي ولدك ولا بنتك وما خليتيش يدير زنكا اللي بغا، غادي يكبر مزيان ماكول، ولكن الا خليتي بوغدك ولدك ولا بنتك غادي يدير لك لافيه في الدار، حتى كلب هكا الا خليتي بوغدك وهو ما تيفهمش شنو مزيان واش ما مزيانش، ولا بنادم تيدوي بزاف مع كلب ما اصلا ما تيفهموش لغه تاع بنادم، دونك خاصو يتلمو بعدا اوردر باش يتفاهموا. اليوم بغيت نهضر لكم على ليستوار تاعي مع مدام اولغا، كيفاش دخلت لهاد الدومين ديال الدريساج وكيفاش تعلمت. كيفاش تعلمت؟ كانت مدام اولغا كتجيب الكلاب للتيران، في الاول كنخاف منهم، كنت ديما كتدوز مع الكلاب وانا كنت كنخاف، وواحد النهار كنت مشيت كنلعب مع الكلاب ديالها، وكنشوفها ديما، كان كيسحبني في الولغه واش كتلعب، باقي ديك الساعه ما كنعرفش شنو هو الدريساج، باقي ما كنعرفش شنو هو الدريساج، وصافي ومن بعد شرحت ليا الدريساج راه كيفاش كتعلم الكلب، كيفاش شنو هو بصفه عامه الدريساج، صافي وقلت حتى انا علاش لا ما نخرجش في هذا المينا، وبقيت معها حتى تعلمت مده 4 سنين تقريبا، بقيت معها حتى تعلمت، وزعما من صغري وانا عزيز عليا هذا المينا وزعما وبغيت نتعلم ليها. المهم بالنسبه للكلاب اللي كيجيو عندنا كيكونوا اغريسيف، هاد كيجيو عندنا بزاف كلاب كيكونوا اغريسيف في المغرب، بالنسبه لهنا كنخدموا معاهم بطريقه ايجابيه، اوبليجي اصلا ما يمكنش شي كلب يكون هو اصلا ديجا معلم شي طريقه خايبه وتزيد تكمل عليه، انت خاصك تخدم معاه بطريقه ايجابيه، كيف كنخدموا حنا بطريقه ايجابيه، الكلب الا ما فهمكش
دونك ما عرفش خاصك انت توصل ليه شنو بغيتي شنو بغيتي منه خاصك توصل ليه شنو بغيتي منه اوبليجي باش حتى هو يفهمك ويدير داكشي اللي بغيتي. الكلاب ما كيفهموش اللغه ديالنا كيفهموا غير الحركات اللي كنديروا هما اللي كيفهموا ما كيفهموش اللغه يعني ما غاديش يفهمك الا انت كتقولي جلس ولا اجي ولا كذا كتفهمها ليا الاولى بالحركات عاد من بعد كتعطي اللوردر هو كيعرف كيفهم الكلب خاصك غير تشرح ليه غيفهم. جاو عندنا انواع بحال هكا كيكون ما عمره خرج ولا ما عمره شاف بنادم كاين واحد كان بقى عنده كلب 3 سنين ما عمره خرجوا ما كيشوفش الناس غير كيشوفوا غير هو ما شافش الناس في الزنقه ما ني با سوسياليز مع الناس في الزنقه مع كوره بحال دابا انا في التيران في سميتو ني با سوسياليز. جا عندنا مالينوا خدمنا معاه في الاول كان كيخاف في الدروج بعدا كان كيخاف يهبط بقينا معاه دقه دقه شوف الا هبطي راه ما غاديش يطرا والو غادي تهبط عادي صافي. ومن بعد كيشوف المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه كيهبط انا وما كيطرا ليه والو كيفهم كيقول صافي هاد المرحله تخطيناها كتجي مرحله اخرى انك تخرجوا باش تديه معاه. في الاول كيشوف الناس كيبي اتاكيهم شنو هو الكلب اكثر اللي كيكونوا اغريسيف من الخوف ديالهم كي اتاكيو بالخوف ديالهم كثرت الخوف اللي فيهم كي اتاكيو كتخرجوا كيدوز حداه شي واحد كتعيط ليه مثلا يدوز من حداه ويعاود يدوز من حداه باش تقولي انك راه ما غاديش ياديك الا داز من حداك ما غاديش ياديك الا داز من حداك صافي وكتبقى غادي معاه هكا با ايطاب با ايطاب حتى هو كيفهم. وصراحه ماشي سير بلاص خاصك مده وقت خاصو الوقت.